اليوم جايب لكم شيء مختلف ومميز. انت صاحب مطعم، صاحب كافي، صاحب مقهى، ايش اكثر شيء يأرقك؟ التشغيل، المبيعات، الربحية، تدريب العمالة، النظافة، المخالفات، ولاء العملاء وغيرها من الاشياء. المينيو اكبر شركة تشغيل مطاعم في السعودية، عندهم اكثر من 100 مدير تشغيل يزوروك بشكل يومي، يزبطوك في المبيعات، في الربحية، في خفض التكاليف، يعملوا على التدريب، النظافة، جودة المنتجات، الأمن والأمان، ولاء العملاء. مو بس كده، بيرفعوا تقارير عن تكلفة المنتجات الفعلي إلى نقاط البيع، الجرد الفعلي لجميع الأصناف داخل المشروع والنظام. أقول لك شيء، تواصل معاهم، ما أنت خسران شيء. إذا رفعتوا الشاشة لفوق تقدروا تتواصلوا معاهم من خلال الموقع، أو تقدروا تتواصلوا معاهم من خلال الواتساب. وبالتوفيق للجميع.